كابتن ياسر، صباح الفل على حضرتك ومبروك مجددا. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين قناه النادي الاهلي. كنا برضو عايزين نعرف من حضرتك بقى ورؤيتك انت الشخصيه لمباراه الامس وللاحداث عموما اللي فاتت واللي جاي، رؤيتك ليه ايه ان شاء الله؟ اتفضل كابتن ياسر. يعني اللي جاي مباراه النهارده ان شاء الله. النهارده احنا يعني الفرقه لسه يا دوبك مخلصه الفطار، ان شاء الله كمان ساعه هنتحرك نروح لملعب المباراه. عندنا مباراه النهارده الساعه 1 بتوقيت القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. بحب انوه برضو ان المباراه مذاعه على موقع الاتحاد الافريقي على الهواء، يعني جميل. على صفحه الاتحاد الافريقي المباراه مذاعه على الهواء، ممكن جميع مشجعي النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي يتفرجوا على المباراه. طبعا. الفترة تقييمي للفترة اللي فاتت الحمد لله زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا الفرقة مركزين من بداية فترة الإعداد ومن ساعة ما جينا هنا الأمور كلها متاخدة بجدية، مفيش هزار، ال 16 لعيب اللي بينزلوا يلعبوا مركزين تركيز كامل، اللعيبة متشوقة وبنحلم كلنا إن شاء الله إن احنا نرجع بالكاس، الكاس اللي غايب عن النادي الأهلي بقى لها 3 سنين. يمكن حضرتك اتكلمت على فرق الاسكور، احنا فعلا الولاد من اول دقيقه لاخر دقيقه مهما كانت النتيجه بنحافظ على كل هجمه، بنحاول كابتن طارق دايما بيقول لهم كل تركيزه في كل هجمه في كل الدفاع بنقاتل، مهما كان الاسكور كنا بنقاتل، كنا عايزين نطلع اول مجموعه عشان ناخد الطريق السهل. النهارده دور الثمانيه هنقابل رابع المجموعه الثانيه فريق اسفا السنغالي، فانت لما بتطلع الاول بتقابل الرابع يبقى ماتش اسهل شويه انك انت تقابل الثاني او الاول او الثالث، فان شاء الله احنا واخدين ماتش بماتش في تركيز كامل من الولاد، هم حاسين قد ايه النادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره كلهم وراهم ومتابعينهم، الكابتن عمري كل ماتش بيجتمع معاهم يا جماعه احنا لازم ناخد الماتشات بجديه، هم حاسين مجلس الاداره كابتن خطيب كل يوم في اتصال دائم مع الكابتن عمري، فباذن الله الولاد تركيز كامل الحمد لله الجميع بخير ان شاء الله، ما نستصغر دعواتكم وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. الدعوات لا تنقطع يا فندم، كل الاهلاويه في كل مكان انت عارف محبين لهذا الكيان المحترم، وكل الحقيقه فخور بالفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي اللي عامل انجازات الحقيقه زي الفل لغايه دلوقتي، وبالنسبه لمساله العوده بكاس البطوله ده المتوقع منكم ان شاء الله ربنا يقدركم ويحصل ده، وحضرتك طبعا اكيد دامس بنفسك الاهتمام الكبير من قبل كل القائمين على حتى قناه النادي الاهلي، حضرتك يعني دايما معانا في المداخلات في كل البرامج، وان شاء الله يعني كل مكالمه تحمل تهنئه جديده، بنهني حضرتك يا فندم وتحياتنا للبعثه كلها، وان شاء الله ترجعوا سالمين غانمين منتصرين باذن الله. بنشكرك كابتن ياسر، صباح الفل على حضرتك. الله يخليك يا رب ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله، وهم مشرفينا لحد دلوقتي برضو بشكل كبير جدا، وبطوله هتبقى عظيمه ان شاء الله ونتوج بيها، وزي ما انت قلت فعلا تغطيه اكثر من رائعه لان اهتمام كبير جدا صحيح. بهذه البطوله واحنا قدها باذن الله، حتى لو كانت غابت فتره احنا قدها، فان شاء الله نفرح. انا قلت لك الكام شهر اللي فاضلين دول باذن الله يبقوا حلوين يا رب والشهر خير علينا جميعا يا رب.